الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمدك ربنا حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة خير الأنام. اللهم لك الحمد أن جعلتنا موحدين. اللهم إنا نحمدك حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وسترنا وغطانا، ومن فيض جوده أعطانا، وإلى طريق الحق هدانا. سبحانه سبحانه يصيب برحمته من يشاء، وهو على كل شيء قدير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خير من صام وصلى وركع وسجد وعبد ربه حتى تورمت قدماه، نبعت من بين أصابعه المياه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كنت قد تحدثت مع حضراتكم عن سلسلة بدأناها وما أكملناها، ولقد رأيت أنه من المهم أن نقف مع هذه السلسلة ومع هذه الصفات الطيبة الكريمة التي ما إن يتمثل الإنسان بها ويقتفي أثرها ويطبقها في حياته ساعد بها في الدنيا وناجى بها في الآخرة. ولكن أحببت أن أذكركم بنا كيف بدأناها. الأرض لمن؟ الأرض لله. إن الأرض لله. يعطيها لمن؟ لعباده. إن الأرض لله يورثها، يورثها، هو اللي بيورثها ربنا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي. يبقى خدها واحدة واحدة. الأرض بتاعت ربنا هيورثها لمين؟ لعباد الله الصالحين. ما صفاتهم؟ اللي هي وعباد الرحمن. عبادك يا رب شكلهم ايه؟ الذين يمشون على الأرض، ودي خلصنا، الذين يمشون على الأرض هونا، أدي واحد. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذابا، إن عذابها كان، إنها ساءت مستقرا. رقم خمسة النهاردة، احنا كنا خلصنا دول. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الصفة الخامسة، إذا أنفقوا لم يسرفوا يعني التبذير، ولم يقتروا يعني يبخلوا. الصفتين وحشين، المسرف مذموم والبخيل مذموم. أمال إيه المحبوب؟ إنك تكون بين الاتنين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا.
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا بس ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين. التبذير الإسراف. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الإسراف الله لا يحبه. الله يرحمه الدكتور القرضاوي قال لو كل واحد وفر حباية رز من اللي بيترمى هتلاقي عندك أطنان الناس بتضيعها. إسراف. دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فوجد لقمة من الطعام خبز قطعة لقمة عيش مرمية على الأرض. قال يا عائشة سايبة اللقمة دي مرمية ليه؟ أحسني ركز معايا وصلي على حبيبك النبي. أحسني جوار نعمة الله. دي نعمة ربنا أحسني مجاورتها ما ترميهاش وتضيعيها. ليه؟ فإنها إذا ذهبت لا تعود. النعمة لو راحت ما بترجعش. لازم أن تبقى أنت عامل حسابك. قال صلى الله عليه وسلم ما عالى من اقتصد. يعني اللي يقتصد من ماله جزء لا يصبح عالة على غيره. أما اصرف ما في الجيب ويتيك ما في الغيب لا. خلي فيه توازن. ما تسيبش نفسك عشان تمد ايدك على غيرك. لا اكفي نفسك حتى انت ممكن تساعد غيرك. اما تسرف اسراف التبذير منهي عنه. منهي عنه. لا تسرف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال صلى الله عليه وسلم لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. بتتوضى من طرعة مية ما تسرفش في الماء. بتروي جمد ال ما تضيعش المي. حافظ على قطرة الماء. قطرة الماء تساوي حياة خاصة الأيام اللي احنا فيها دي. الأول كان الري بالراحة دلوقتي بالتعب ومش لاقيينه. فالإنسان يحافظ على قطرة الماء لا يسرف فيها. ناهيك إن يطلق مراحيض المياه في الماء. في ناس فاتحة دورات المية على المية. ملعون ده اللي بيطلق المجاري بتاعته في مية الناس اللي بتنتفع بيها. ملعون. واللعنة يعني مطرود من رحمة ربنا. اتقوا الملاعن الثلاث. اوعى تتلعن من ثلاث حتت. الماء والطريق والظل. لا يقضي الانسان حاجته في الحتت دي. لا في ظل شجرة الناس بتقعد فيها ولا في ماء ولا في طريق ولا في الماء الجاري. نأذي الناس ليه؟ الإنسان اللي بيعمل كده يبقى زي اليهود. قال صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. أما المعون اللي يأكل فيه يقضي فيه حاجته لا يليق. يسرف في الماء يبذر في الماء. هو بيروي وهو بيتوضى يجيب خرطوم ويرش في الشوارع والناس مش لاقي نقطة ماء تشربها. مش لاقي قطرة الماء يغسل عربيته. طب ما تاخد جردل من ترعة ولا حاجة. ليه المية اللي بتترمى دي مش هلبوها؟ الإنسان إذا أعطاه الله نعمة وأسرف فيها تضيع. تضيع. ما يسرفش الإنسان في كل شيء. لا إسراف حتى في القتل. فلا يسرف. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. مفيش إسراف. في اعتدال. حاجة بتاخده. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. بمثل. مش بإسراف. مش باعتداء. مش بزيادة. التوراة ربنا كتب فيها على بني إسرائيل والقرآن برضو نزل فيه. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والجروح قصاص. لكم في القصاص حياة. فيش إسراف. يقول لك واحد ناخد قصاده 70. لا الشرع قال لك لا. واللي أذاك بس مش غيره. يقول لك ده أنا أي ناخد أو فلان ده أنا كبير العيل. يا عم روح إلى الله. ما زال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حبيبك النبي تصلي عليه.
كفار ومشركين وقتلوا سيدنا حمزة في غزوة أحد، وسيدنا حمزة أخو النبي في الرضاعة رضعين سوا وعم النبي وكان شكل النبي كان بيحب النبي. أبو جهل أذاه الرسول، راح ضرب أبو جهل وقال له تأذي محمد وأنا على دينه؟ قالها رجولة وحمية، شرح الله صدره بها للإسلام. سيدنا حمزة لما مات في أحد النبي حزن عشانه كثير وقال لأخذن من المشركين 70 قدام سيدنا حمزة. ينزل القرآن يقول للنبي لا، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. راح ادي فرصة لكن اعتدي على غيري اخد حق غيري اسراف. مفيش اسراف في الماء ولا اسراف في القتل ولا اسراف في الطعام. يعمل عزومة يبوظ نص الاكل، يعمل فرح اتفرج على الايام اللي جايين فيها النور ويمكن ما اداش حقوق خواته ايام عشان فشخره ومنظره، يعمل معزة منظره اسراف، يجيب عفش لعيله يشور عروسة تعيد تفتح محلات وزفة رايحة وزفة جاية، هيحصل له حاجتين اللي عمال يباهي دي، يا يتحسد يا يدخل الحزن على قلب إنسان مش قادر يجيب زيه. والناس بقت بتبص لبعض مش لاقي ياكل ويقول لك بيتي يخش أحسن. إسراف سفة، لم يعد هناك عقل في تدبير المال، والمال مجيبه صعب وصرفانه سهل، ويجي يوم الفرح عايز مراته وبنته ولا ابنه يسمعوا الكلام، وقعد 20 سنة ما كلمهمش كلمة، تحصل 100 مشكلة لأنك ما حلتش الموضوع من بدري. تحكي مع ابنك وتحكي مع بنتك وتحكي مع زوجتك ويا ولادي وبالراحة ونجيبهم الكويس بس بلاش اليامة ولا نقدر كده، لكن إسراف. الغرب يريد الأمة الإسلامية أن تكون أمة مستهلكة لا منتجة، هما ما بيعملوش كده بفرح. الغرب وأوروبا رغم تمدنهم معهم فلوس أفراحهم مقتصدة جدا، يدوب البيت يدوب العفش البصيص، وما عادوش بقى بيجيبوا حاجات، لا ده إحنا حاجة إسراف. ويقعد بعد الفرح مديون مديون ودين نفسه. الله يرحمه أحد العلماء أعرفه بيحكي موقف شاب من أبو المطمئن، راح له عزمه يوم الفرح، راح يوم الفرح يهني بسم الله ما شاء الله، ايه النور ده يا استاذ؟ قال له ده نور يا عم الحاج. قال له بسم الله مش ممتاز جدا. قال له دي على النقطه ان شاء الله. طيب ماشي، والدبيحه الحلوه دي؟ قال له دي على النقطه برضه. طب والعفش؟ قال له على النقطه. طيب والاكل بتاع الناس؟ على النقطه. والشوار؟ على النقطه. والمهر؟ على النقطه. قال له ده انت مش هتكفيك النقطة، ده انت على المركز، النقطة ما تجيبكش، النقطة ما تجيبش. ليه حط نفسه في المهم؟ ماشي على جدك ما يدق الهم قلبك زي الناس ما بتقول. صبري على نفسي ولا الجزار يطالبني. لكن أصبحنا أمة للأسف تشغلها اللقطة والمنظر والشكل واللبس، وهيتقال عليا إيه عند الناس؟ طب إيه رأيك بقى اللي يموت بالدين النبي ما صلاش عليه؟ ما تصلوا عليه. عليه دين؟ صلوا على صاحبكم. ليه؟ لو النبي صلى عليه وعليه دين هيخش الجنة، الكل هياخد بعضه. ما هو صلى عليه هيروح الجنة رغم انه واكل حقوق الناس. لا، النبي عايز يلفت النظر، حتى الشهيد يغفر ليه، الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين، الا الدين. الفكة في مال العالم ضيق، ما ياخدش انا فلوس الناس ونستهلها ونستهولها. والقرآن يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا
ومن يعمل مثقال ذرة شرا صرف في المية بيسرف. حنفية مفتوحة على خيرها، في الجامع، في الدار، في البيت، بكرة نفتحوها مش هتنزل. يقول يا ريتني حافظت على نقطة المية دي. نشتري عندي، عايز اجيب عربية الماركة ايه، شغلاني الماركة جو، وفعل يقعد 3-4 شهور عشان اللون. يا سلام، هي العربية دي هدف ولا وسيلة؟ وسيلة عشان توصلك، بغض النظر عن لونها ولا شكلها ولا ريحتها ولا طعمها، حافظ على اللي عندك واحمد ربنا عليها، ما تهينهاش، هتكفيك. لكن ما نشغلش بالي، انا واحد اهم حاجة عنده الجلابية والبيت والسيارة، بياخد شخصيته من الحاجات التافهة دي. شخصيتك انت اللي تبنيها بشخصك، لا بلبسك ولا بأرضك ولا بمالك ولا بعربيتك. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه في خلق سيء جدا اسمه الملل، يقول لك انا زهقت من الدار، زهقت من هدومي، وزهقت من العيال، وزهقت من العربية، زهق من كله. سيدنا عمرو عايز يقول بئس الخلق الملل، اوحش خلق انك تمل عشتك، انك تمل حياتك. ارضى اللي مش عاجبك، في ناس بتبكي دم عشان تلاقي ربعه، اللي مش مكفيك ده لو بصيت فيه هتلاقيه بيكفي الناس شهر. بيقول لا امل زوجتي، ما نزهقش من مراتي ابدا، ما احسنت عشرتي. في واحد عنده مراته ومطوعاه ومريحاه وعينه بره، بيقولوا عليه عينه فرغه مش مليانه، اللي شبعان في بيته غاضب بصره بره. الاسلام قال كل المؤمنين يغضوا لا امل زوجتي، مش مطوعاك، غسله لك هدمتك ومجهزه لك لقمتك ومريحاك في بيتك، وشايلة معاك في البيت وفي الغيط وفي كل حاجة، همك معاها وكلامك معاها، دي ما تحترمش ليه؟ أبص برا ليه؟ لا أمل زوجتي، ما أحسنت عشرتي، ولا أمل داري. عندك قطين حايشين عنك الحر والقر البرد، احمد ربنا في غيرك قاعد بالإيجار، احمد ربنا في غيرك عنده أوضة واحدة وعياله وأمه ومراته كلهم فيها. اقسم بالله العظيم اعرف ناس كان عندهم اوضة بنينها مش لاقيين يعملوا لها دورة مية، يروحوا عند الجيران ياخذوا حاجة. يا عالم، لا امل داري، ما حمتني من البرد والحر، ولا امل دبتي، الدبة اللي عندي سواء سيارة ولا عجلة ولا موتوسيكل ولا توك توك ولا لمؤاخذة حمار ولا، لا امل، ما زهقش منها ابدا. ليه؟ ما حملت رجلاي مش شايلاني توديني نعزي وتجر المحرات وتجر العربيه، واقدر اروح بها اجيب مشوار واجيب التموين بها، بتحرك. حمرتك العرجه ولا اساله الا ايه؟ مش مقضياك تزهق منها عليه. انت تعرف قيمتها؟ لما تصبح الصبح تلاقي العجله نايم، لما تيجي تدور على الحمارة تلاقي مش المغزى مش موجود، بقت مشكله. نعمه، لا امل دبتي ما حملت رجلي، ولا امل داري ما حمتني من الحر والبرد، ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي، ولا أمل ثوبي ما ستر عورتي، ولا أمل ثوبي. يقول لك جلابية فاجر بقالها 20 سنة ما بتدوبش، احمد ربنا، ده من علامة رضا ربنا على العبد ان الحاجة يطول عمرها عنده. ولما تيجي تشتريها اشتري الصوف الكويس عشان تعيش معاك. في ناس ماتت وجلابياتها سطرت ناس بيها ربنا بيسترهم في تربتها، انت متخيل الموضوع قد ايه؟ يبقى احفظ معايا تاني. يقول سيدنا عمرو بن العاص: لا امل زوجتي ما احسنت عشرتي، ولا امل داري ما حمتني من البرد والحر، ولا امل دابتي ما حملت رجلاي، ولا امل ثوبي ما ستر عورتي، بئس الخلق الملل. الاسراف، التمادي، الانسان ما يقنعش باللي عنده حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. وعنه أنه قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله، أما بعد.
الجزء الأولاني الإسراف وحش، الجزء الثاني البخل، البخل وحش برضه، في واحد جلده وفيه ضروريات في البيت محتاجها ما يجيبهاش. يعني لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الإيه فتقعد ملوما محصورا. البخل الشديد برضو وحش، البخل الشديد ربنا ما بيحبهوش. قال الله ومن يبخل فإنما يبخل عن إيه؟ نفسه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ده مش بخيل، ده بيؤمر كمان الناس بالإيه؟ يقول له انت هتتبرع للسكة؟ لا يا عم، اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامع. كلام فاضي، كلام فاضي، ادي الجامع وادي البيت. يقول لك انا ما تبخلش، انفق واعرف ان ربنا هيخلف، ان ربنا بيخلف، ربنا ما بيحبش البخيل. لما خلق الله جنة عدن، خلق ربنا الجنة قال لها تكلمي. واحد يقول الجنة تتكلم؟ ايوه الجنة تتكلم والنار بتتكلم. النار اتكلمت، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من ايه شغال اهو. والجنة برضو تتكلم، كلمت الجنة ربها، ربنا قال لها اتكلمي، قالت قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الى اخر الصفات. ربنا اتبسط من النضج بتاعها، قال اسمع اللي جاي بقى، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. البخيل الله لا يحبه. ابخل الناس من بخل بالصلاة على رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم البخيل من أمتي من ذكرت عنده ولم يصلي علي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، كسلان يصلي على النبي، اللهم صل عليه. بخيل، البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. بخيل، البخيل الله لا يحبه أبدا. أنفق ينفق عليك ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. في قصة سيدنا سليمان مع النملة، قال لها بتاكلي قد إيه في السنة؟ قالت حبيتين. مسكها حبسها في الجزازة، الناس كلها عارفة القصة دي، حبس النملة في الجزازة حط لها حبيتين، بعد سنة لقى فيه حباية واحدة، قال له ما أكلتيش الحبيتين ليه؟ قالت له لا ناكل حباية واحدة بس. ليه؟ قالت حبستني فصار رزقي عليك فخشيت أن تنسيني، فلما كان رزقي على ربي أعلم أن الله لا ينسى أحدا. البخيل ده كأنه خايف من بكرة، كأنه شاكك أن الرزق حي. يا راجل فيه رب للكون يدير الكون، من خلق الكون والله على كل شيء قدير. لازم الإنسان يكون إنسان سخي، ما تبخلش على أبوك وأمك. البخل في الأسرة، الأسرة مين؟ أب وأم وزوجة وعيال وإخوات. أسرتك دي لو أنت قيم عليها ما تبخلش. راح يشتكي ابنه لسيدنا النبي اللهم صل عليه، إيه يا حاج راجل كبير مالك يا حاج؟ قال له ابني يا رسول الله. ماله؟ قال لا يطعمني ولا يسقيني ويبخل علي ويؤذيني. جاب النبي الابن قال له اقعد، طرفين لازم تسمعهم، خلي بالك تحكمش من طرف واحد. ابوك بيشتكي، شكوتك من اي حد؟ قال يا رسول الله حينما كان صغيرا كنت انا كبير، وحينما كان ضعيفا كنت انا قوي، وحينما كان فقيرا كنت أنا غني، حتى ربيته فكبر فأصبح رجلا، فلما أصبحت أنا ضعيف وهو القوي وأنا فقير وهو غني أراد أن يبخل علي ولم يعطني ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا فتى فأنت ومالك لأبيه. أبخل عليه ليه؟ ده رباني وكبرني، مش فاكر أنا غير في عيالي. طب وهو؟ اعمل حسابك اللي هتعمله فيه هيتعمل فيك،
بر، احفظ المقولة، بر الوالدين دين، افعل ما شئت فكما تدين. تدان تبخل عليه ليه؟ ابخل عليه وقد رباني، اطعم اولادي وقد اطعمني وساقاني، امنعه من العطاء وفي الصغر رباني واعطاني. اهكذا هو جزاء الوالدين. الزوجة يبخل عليها، عايزها تشتغل توكل العيال تعمل كل حاجة، ولا يصرف عليها ولا يكسيها ولا يطعمها من اللي بياكله، واذا مرضت ما يكشفش عليها. ده ايه ده؟ هو ده العدل؟ ده حقها، لها حق، حق الزوجة على زوجها ان يطعمها مما يطعم ويوكلها من اللي بياكله، وان يلبسها مما يلبس، وان يسكنها مما يسكن، واذا مرضت طببها. سيبهاش كده، لها حق الزوجة دي. الاولاد ما تبخلش عليه، اكسيهم واطعمهم وادبهم وربيهم. حق الابن على ابوه، شوف تربية الابن القرآن والسنة جبالها 18 ادب من الاداب، 18، 6 في السنة و12 في القرآن. اذا شاء ربنا نبقى نقف معاهم يعني ان شاء الله، ازاي نربوا عيالنا. فازاي تبقى ابنك اكله وتشربه، اوعى تديله الفلوس، هيشرب سجاير، اللي بيشرب سجاير مبذر ومسرف، اسراف وتبذير ضياع للصحة والمال. يقول لك ده معسل، معسل ولا مسكر؟ ده مر. يشرب ليه؟ حرام، تبذير، اسراف، ضياع للصحة. والله يقول ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. ازاي ما يبخلش على اولادي؟ اديله وحاسبه. انا اعرف احد الناس والله يقول له ابن المحفظة عندك، بس اللي انت هتاخده قول لي خدت قد ايه وهتجيب ايه، بس مش ماسك كيسة ولا جافل. عايز يعلم ابنه الامانة ويعلمه ان هو يمد ايده بس ما ياخدش غير الصح، وبعد ما يصرف يقول له صرفت في ايه، جبت في ايه. مش بخل ده، دي متابعة عشان ما يعملش بالفلوس غلط، كتر المال يبوظ وقلته برضه يبوظ. لازم أن اتابع، لابد اعرفه ان الجيش ده جاي بالصعب وبيتصرف فين في مكانه. مفيش مشكلة خالص. الأخ مع أخوه، قصة قابيل وهابيل. واحد طمع في حق التاني. شريعة سيدنا آدم ابن البطن الأولانية ياخد البنت من البطن التانية، والولم البطن التانية ياخد البنت من البطن الأولانية. هابيل طمع في حق قابيل، عاوز يتجوز التانية، طمع، بخل على أخيه بزوجته وأراد أن يأخذها عنوة غصب يعني. قال له يا عم ما ينفعش. قال له لا. قال له طب يا راجل نقربه قربان نشوف ربنا هيقبل مين، إذا كنت أنا الصح ولا ينفع ماشي. قال له ماشي، قربا قربانا. واتلو عليهم نبأ ابني الاثنين آدم بالحق إذ قربا قربانا. قابيل قدم قربان وهابيل قدم قربان. قابيل جاب كبش أملح جميل، هابيل راح جاب شوية صردة من الغلة اللي هي الجرفة اللي ما بتلقعها في الجور، وقدمهم لربنا. نزلت نار من السماء أخذت وقبلت الخروف بتاع قابيل، ولم تقبل، فتقبل الله من قابيل ولم يتقبل من هابيل. جمع أخويا اقتله. يقوم قابيل يقول له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله، إني أخاف الله، الله رب العالمين سيحاسب عن الصغير والكبير وعن الفتير والقطمير وعن العظيم والحقير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. إذا طلع الإنسان وأكل الحرام مش هيشبع. ورد في الأثر أن إذا العبد طمع وأخذ حق غيره وأكل الحرام نادى مناد من السماء يا أمعاء اتسعي ويا بركة
دافعي ويا نفس لا تشبعي. سلم يا رب سلم. الطمع قل ما جمع. يا ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطمع فيما يطغيك. لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع. الصفة الخامسة من صفات عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لا تبذير ولا بخل وتقتير، وكان بين ذلك قواما. يؤدي حق ماله، يؤدي زكاة ماله، ينفق لكن باعتدال وتوسط. الأيام اللي احنا فيها أيام صعبة، وعايزة كل واحد يلم إيده شوية، والأفراح تبقى منضبطة، والمعازي تبقى منضبطة، ومصروف البيت يبقى منضبط، والناس ما تبزرش وترمي. كل ده مش بخل. أؤدي زكاة مالي ما بقاش بخيل. البخيل اللي ما بيأديش زكاة ماله ده بخيل، لأنه طمع في حق ربنا. اللي ما أداش الحقوق بخيل، اللي طمع في حق غيره بخيل. كل ده والبخيل بعيد عن الله، والسخي قريب من الله. يبقى احنا عنواننا هذا الأسبوع أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله ولا يطمع فيما سواه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطهر للحق قلوبنا، وأن يغفر جميع ذنوبنا، وأن يطيبنا للموت، وأن يطيبه لنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واسترنا ولا تفضحنا، وارضنا وارض عنا. بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أعمارنا وأموالنا. اللهم اجعل البركة في جميع حياتنا، قنعنا بما أعطيتنا، ورضنا بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فككت كربه، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مظلوما إلا نصرته. آمين آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.